<تصفيق> <تصفيق> طيب قرأنا في صفحة الحوادث آآ آآ والد فنان شهير توفى بسبب الدفاية وعالم في التنمية البشرية أيضا بسبب الدفاية خطورة الأمر احنا اتكلمنا من وجهة نظر الفاتورة خلينا نتكلم بقى الخطورة الصحية والمخاطر اللي مش ممكن تبقى صحية ممكن يعني تؤدي لقدر احنا الدفاية دي بتعتبر من الكوارث في البيت لو احنا استخدمناها استخدام غلط يعني <applause> اولا بص الدفايه في نوعين من الدفايات دفايه زيت ودفايه اللي هي الهالوجين <applause> يبقى فيها شمعه كده حمراء اللي هي لون الاورنج مين كده اه احمر الهالوجين <applause> طبعا <applause> فدي بتبقى ليها استخدامات يعني لازم باحتراس شويه الدفايات دي ما تحطهاش جنب ستاره لان ممكن الستاره مع شويه هواء او اي حاجه او مع السخونيه اللي بتنتقل بالاشعاع كده في الاوضه ممكن الستاره دي تتحرق ممكن تلاقي يعني انت مثلا مشغل الدفايه وقاعد مثلا على الفوتيه ولا, ولا, ولا ومش واخد بالك ان تشم ريحه شياط مثلا كده فدي دي خلي بالك انت ما تحطهاش جنب ستاير او جنب قماش تاني حاجه برضو من الحاجات السيئه ما تحطهاش على قطعه خشب يعني الخشب ده ممكن برضو واحده واحده كده تلاقيه عمل سخن حت. سخن آه. اه برضو حاجه تانية ان لما تيجي الدفايه يقول لك ايه السلك بتاعها انا احطه تحت السجاد ده حاجه سيئه جدا ان تحط اي سلك وخصوصا الحاجات كثيفه السلاك الطاقه زي اه ده اه لإن بيسخن والسجاد والموكت ده مصنوع من الألياف ممكن بعد يسخن مرة في مرة تلاقيه تتحرق يعني ممكن لا قدر الله في ناس يتحرق شويه أهم الحاجات دي سايب الدفاية شغالة ونزل مثلا قال لك أجيب حاجة أنا مش هتأخر 10 دقايق غلط تسيب الدفاية شغالة ما تسيبهاش لازم تطفيها وما سبق وبعدين برضه إيه من الحاجات الخطر برضه تسيبها وأنت نايم <applause> بيقل الأكسجين ممكن من مفيش بقى مفيش أكسجين تموت من الخلق يعني فلازم انت تشغل الدفاية وبعد كده تطفي او في بيبقى في تايمرات في اجهزه بيبقى فيها تايمرات شغالة على نص ساعه ساعه هي بتفصل اوتوماتيك بعد كده وده الحاجه الصح يعني طيب من الحاجات الثانيه كمان هي المشتركات يعني ممكن بقى يبقى نجيب مشترك نحط نحط بقى ده في ايه فيه. ال 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 الدفايه ال كل بقى الحاجات دي نحطها في امتى اقدر اعرف ان المشترك ده اقدر استخدمه ما فيه. يبقاش التحميل عليه عالي بص يا فندم هو اول حاجه لازم اجيب اشتري المشترك ده من من مصادر مش مصانع بير السلم في كده ناس واقفه في الشارع بتبيع مشتركات لا لازم اشتري من مراكز اللي هي بتبيع الاجهزه الكهربائيه المعتمده المشترك ده من الحاجات الكوارث برده في البيت م. واول حاجه لما اجي اجيب مشترك اعرف انا هجيبه لايه هل هجيبه مثلا اشغل بيه شاشه تلفزيون شاحن موبايل يبقى اجيب الأم... اشوف انا كل الجهاز بيبقى مكتوب عليه نيم بليت ورا الجهاز مكتوب عليه الفولت بتاعه 220 مثلا 3 امبير 4 امبير فانا اشوف بس الورقه دي واشوف مكتوب كام امبير واجمع م. الاجهزه كلها اللي هشغلها عليها واجيب مشترك ليها جبت مشترك مثلا 6 امبير مثلا مثلا يعني يبقى شغال عليه تلفزيون شاحن كمبيوتر حاجات صغيره لا هجيب مشترك مثلا 20 امبير 25 امبير هشغل عليه الدفايه هشغل عليه السخان بالكهرباء لازم يكون معتمد يعني لازم بيبقى فيه جهاز حمايه المستهلك على الاجهزه دي بيبقى طب كترة. واللي بيشغل الدفايه على 4 امبير يعمل ايه يعني ايه المخاطر عايزين نكلم الناس نحكي عن المخاطر احنا برضو احنا برضو المشترك ده بنعمل برضو منه كوارث تلاقي اللي جابت مشترك انت جايبه مثلا 4 امبير والدفايه 7 امبير انت مش عايز تحمل هتلاقي السلك سخن مره في مره هتلاقي السلك ساح وعمل بقى هو لما بنسمع بيقول لك ماس كهربائي وحرايق من ايه ما هي من دي انت ما جبتش الاحمال الكويسه يعني انت بس تشوف حضرتك المكوه بس تلاقي سلكها تخين الشاحن تلاقي سلكه رفيع ده حسب الامبير بتاعه فانت ما تجيب مشترك 4 امبير مثلا وهو الدفاية دفايه 6 امبير او 8 امبير هيسخن هيسيح هتلاقيه عمل حراره هتلاقيه عمل حريقه في في البيت يعني لا قدر الله فانت لازم تجيب المشترك المناسب للحاجه اللي انت هتشغلها غساله او دفايه تاني حاجه برضو احنا بنعمل حاجات سيئه جدا جدا يعني تجيب حتى لو جبت مشترك 10 امبير 12 امبير كبير تلاقي تحط فيه حضرتك المشترك فيه تشغل عليه كذا جهاز يعني فده غلط انت شوفه جايبه لايه حط عليه الامبير المناسب ليه يعني ما تحطش بقى كذا مشترك فيه كده